بتعلم، بتحرك، ببص لقدام، بجري مش بس عشان حياتي، بحب الكورة، بطير بحلمي، وعندي هدف. أنا أنت أعظم نادي في الكون، الأهلي فوق الجميع. وإلى متابعة أخبار الألعاب الأخرى، حيث وصلت اللجنة العليا المنظمة لبطولتي أفريقيا للكرة الطائرة رجال وسيدات بالنادي الأهلي برئاسة محمد الجرحي عضو مجلس الإدارة الاجتماعات والترتيبات لإنهاء التجهيزات الخاصة ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة سيدات، والتي تقام في النادي خلال الفترة من 4 إلى 16 من مارس القادم، فيما يستضيف النادي بطولة الرجال خلال الفترة من 25 من مارس إلى 6 من أبريل القادم. وحرصت اللجنة على عقد عدة اجتماعات على مدار الساعات الماضية من أجل سرعة إنجاز المهام المطلوبة على أكمل وجه ووفقا للاشتراطات التي حددتها اللجنة فيما يتعلق بالتنظيم والإقامة والإعاشة والتنقلات للفرق المشاركة بالبطولة وتجهيزات الصالة المغطاة. سافر الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء إلى الإسكندرية لخوض مباراتي 6 أكتوبر والاتحاد السكندري يومي الخميس والجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري. وخاض الفريق مرانا خفيفا قبل السفر إلى الإسكندرية، حيث فضل الجهاز الفني السفر اليوم لحصول اللاعبين على قسط من الراحة قبل المباريات. ويسعى محمد مصلح المدير الفني للفريق إلى تجهيز اللاعبين بشكل مناسب في ظل أهمية المباريات القادمة والرغبة في تحقيق الفوز من أجل التتويج بلقب الدوري. يبدأ الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي اليوم معسكره المغلق استعدادا للمباريات القادمة في دور السوبر للمحترفين، حيث يلتقي الفريق مع الترام يوم الجمعة، ثم يواجه الشرقية لدخان يوم السبت، قبل أن يلتقي الزمالك يوم الاثنين، ثم يواجه سموحة يوم الثلاثاء. ويبدأ معسكر الفريق اليوم ويستمر حتى مساء الخميس في أحد فنادق منطقة 6 أكتوبر لزيادة التركيز بين الجميع في ظل أهمية المباريات القادمة. وأكد طارق خيري المدير الفني للفريق على أهمية زيادة التركيز لدى الجميع، خاصة أن الفريق مقبل على مرحلة هامة وصعبة في مشواره نحو المنافسة على لقب البطولة.
فاز الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي على هليوبلس بنتيجة 86-79 في إطار منافسات دوري السوبر، وقدم الفريق أداء قويا تحت قيادة إيهاب الألفي ووصل نتائجه المميزة وانتصاراته بعد أن نجح مؤخرا في الفوز على نادي الصيد في الدوري أيضا. ونتابع في التقرير التالي أبرز تصريحات الجهاز الفني عقب المباراة. الحمد لله، دايما بعد كل مكسب الاهم والتارجت بتاعنا هو الثلاثه بونت. لسه مشوار دوري طويل، ده تاني ماتش في دوري السوبر. كسبنا الماتش الاولاني الحمد لله السيد، النهارده بنكسب هليوبلس، تحضر للجزيره اللي جاي. فريق هليوبلس عامل جيم كويس، احنا عملنا الكورتر الاولاني كويس جدا، جابوا فينا 10 بونت بس في 10 دقائق. ديفنسيفلي كنا كويسين جدا، جرينا على الفاست بريك بشكل كويس، كنا بنرجع في ترانزيشن ديفنس كويس، جبنا كميه ريباوند كوتر اولاني، طلعنا كوتر اولاني 28-10 كالعاده. البنات فرق 18 بوند في اول كوارتر، افتكروا ان الجيم كالعاده خلاص، يعني بدانا يكسلوا شويه في الديفنس وبالذات في الترانزيشن. جري علينا هليوبلس، قلل الفرق في الهاف تايم، رجعنا عملنا الكوارتر الثالث قريب شويه من الكوارتر الاولاني وفرقنا تاني ال 18 بونت. احنا النهارده كنا كويسين الحمد لله، بس بصراحه احنا عندنا احسن، عندنا اصابات، عندنا رنا عبد الظاهر غايبه فرنا بتفرق معانا، ومنا يحيى برده مصابه فمش تلعب معانا، فادينا الحمد لله عملنا اللي علينا، بس لا عندنا احسن من كده يعني. كان في الامكان طبعا افضل من كده، احنا فارقين اول كوارتر كسبانين 18 بوينتس، بس عارف لما تحس ان انت فارق كتير قوي فبتقلل شويه، بتريح شويه في الديفنس، بس الحمد لله ربنا كرمنا يعني وكسبنا. البطوله طبعا صعبه يعني، اصعب من السنه، من السيزون اللي فات واللي قبليه، كل شويه عماله تصعب، وكل الفرق دلوقتي بتنافس جامد يعني، ما كان في الاول 3-4 فرق، دلوقتي كل الفرق بتنافس. النهارده عملنا ماتش كويس يعني، جينا في النص كده نزلنا شويه بس رجعنا تاني، وطبعا كل ماتش مهم عشان لازم نحط رجلنا من اول البطوله جامد، لازم يعني كل ماتش يخلص كتير. الحمد لله على المكسب يعني، النهارده كنا مجهودين شويه بس يعني الحمد لله في الاخر ربنا كرمنا وكسبنا، بس احنا كنا عايزين احسن من كده. مباراه دوري السوبر اصعب من منطقه القاهره، فاحنا بنعمل كل ماتش حساب وكل ماتش صعب بالنسبه لنا، فاحنا كل فرقه بنذاكرها كويس قوي قبل الماتش.